حبة البيض هذه تحتوي على مادة رائعة جدا لصحة عينك، يسمونها مادة اللوتين. اللوتين هذه نوع من أنواع مضادات الأكسدة، من تحديدا من الكاروتينات كاروتينويدز. اللوتين هذه إيش تسوي في العين؟ شوف، مع التقدم في العمر يصير حاجة يسمونها الماكلر ديجنريشن، اللي هو الضمور البقع والتنكس، اللي هو العين كذا، ما هي زي الكرة العين، سبحان الله لما يجي الضوء يدخل في مكان معين في منطقة الإبصار السنترال في نصها، يسمونها الماكولة. الماكولة هذه يصير لها تآكل مع الزمن وتقدم في العمر. البيض بمادة اللوتين هذا بإذن الله يحافظ عليها ويحميها من هذا التآكل، اللي هو بين قوسين تأكسد، لأن اللوتين مضاد أكسدة. رائع جدا. وأرجوك لا تقتلها بالزيت المهدرج، زي اللي عندها بنت جميلة ما شاء الله ويلبسها خيش، بل أسوأ من ذلك.